الجمهورية لتكليفه بتولي رئاسة الجمهورية. الاسمين هذو ما عشنا على وقعهم برشا في الويكاند. شوف أنا بصراحة أنا عندي تقدير خاص محمد عبو الغازي شويش، وعندي محبة خاصة بعيد على كل الاستفافات والأجندات وكل هالرديح السياسي اللي ترى فيه والهزان والنفضان والفزان السياسي واللي تحب، أما عندي تقدير خاص. لو الفزان السياسي الفزان السياسي هي فما حتى الشوارع السياسي فما كش داخلين في فورمة أربع أيام. لا أما اللي نجم نقوله، لأنه اللي عمله محمد عبو في أنه خلى هيئة الرقابة تشتغل كما يلزم، وأنا متأكد لو قالها راسي سد أعمل اللي تحب وأعطاها تفويض على بياض في أنه تحمل مسؤوليات. إيش قولك في التقرير شكيب؟ أكيد طلعت عليه. تقرير مهم وجاء أكد اللي يتقال، واللي زاد أكد الموضوع هذايا هو اللي عمله العميد شوقي الطبيب والهيئة مكافحة الفساد اللي تتحدث عن تهرب ضريبي، تتحدث عن شبهة فساد، طالبة تحجير سفر عن بعض أشخاص. فما حاجات مخزية بصراحة ليسفخ فيخ، سقط سقطة كبيرة برشا، ظهر النهم نتاعو، ظهر الجوع نتاعو، وظهر خاصة الغباء. نرجع لمحمد عبو وغازي الشواشي، لكن إذا اليوم التيار، لأنه فما نحن تو باش ندخلوا الحاجة اسمها الحمى السياسية بالمناسبة، تو الأيام هذوما بنشوف العجب العجاب. بنشوف العجب العجاب، وداخلين على حمى معناها على حرارة فوق الـ40 معناها درجة، نهنيك في الموضوع هذا. ولكن إذا اليوم ركب راسه التيار في أنه يحط النهضة وائتلاف الكرامة في المعارضة ويجمع الباقي الكل، تخرجوا معناها النهضة من الحكومة ونحيوا رئيس البرلمان، ما يلزمش تقديري يقدم محمد عبو وغازي شاويش. دايوغ العجبوني فيما يخص ائتلاف الكرامة وقلب تونس يقول انه الشخصية اللي باش تتولى قيادة الحكومة هي اللي باش تحدد ان كان قلب تونس ولا ائتلاف الكرامة باش يكونوا ضمن الائتلاف الحاكم او خارجه. ودايوغ اللي عمل جدل شوية انه المرة هذه ممكن التيار حل الباب شوية، يعني لا كان فك المعارضة الشرسة لدخول قلب تونس وائتلاف الكرامة، يعني لنفق لمشي في الخط، يقول لك حل الباب، وهذا يحل الباب زاد امام عدة تاويلات. لا وكيل الكرامة وخارج حسبة التيار وخارج حسبة حركة شعب وخارج حسبة قيس سعيد وخارج حسبة الاتحاد العام التونسي للشغل، الناس كل حسبة تونس الكل، الناس الكل. لا ما نحكيش على تونس الكل، نحكي على اللي سمعتهم. أبا سما بارتي من الشعب التونسي انتخبت يا مان مجدودين، نحكي على الناس هذوما. اليوم قلب تونس ولا بالعسل، اليوم قلب تونس ولت الخطاب على الباب نتاعه، الناس كل الدقدق على باب قلب تونس من أجل الرضا قلب تونس، لأنه هو باش يكون المحدث. هو فقط نذكر اللي كي طلعت حكاية التفويض والأخبار هذه حول التفويض، الرئيس الحكومة تصريف الأعمال ياسر الفخفاخ يفند ذلك ويقول مش مفوض صلاحياتي، وحتى قال أنه رئاسة الجمهورية هي من طلبت منه ذلك، أو رئيس الجمهورية بالأحرى قيس سعيد. لكن رئاسة الجمهورية اللي در أي غموض على الموضوع هذا قالت ماهوش صحيح، لم أطلب منه التفويض، هذا كان في بلاغ لرئاسه الجمهوريه. سمعني كلمه بركه في البلاغ هذا، مره اخرى بالبلاغ هذا تسقط رئاسه الجمهوريه من عينيا، لانه الصراحه اولش دخلك في موضوع كي من هكا تنجم تنكر وكهو، لكن جيب زيت اول دستور طبعا ما قلت شيء في انه حكومه مستقيله ورئيس حكومه مستقيل يقيل وزراء، ما قلت فيه حتى شيء وقت، ولكن في الموضوع هذا تتدخل وتاول في الدستور. يظهر لي لو خرج من تحت السقف هذا واكتفى بالقول انه لم يطلب شيئا مني الياس فخفاخ نقطه وارجع للسر، كان احفظ لماء وجه رئاسه الجمهوريه. كابتن خالد حسني، الرياضه دخلت في السياسه، عندنا عبد السلام السعيداني رئيس النادي البرزي.